تحتفي شركة مطار البحرين بستة أشهر من النجاح منذ البدء بتشغيل مبنى المسافرين الجديد، حيث بلغت حركة السفر في مطار البحرين الدولي أكثر من 920 ألف مسافر وأكثر من 9000 رحلة طيران. تمثل هذه الأرقام إنجازا يعكس انتعاشا ملحوظا في حركة النقل الجوي على الرغم من التحديات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.